إخواني أخواتي، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع أخبار نادي الوداد الرياضي. عقد نادي الوداد الرياضي اجتماع للمكتب المديري متعدد الفروع برئاسة السيد رئيس سعيد الناصري وحضور كافة رؤساء المنتدبين للفروع، وناقش المكتب الأرولية المالية والتسييرية لفروع النادي، إذ أكد جل رؤساء المنتدبون على استقرار أوضاع وأداء الفروع باستثناء فرع كرة السلة وألعاب القوى. وبعد نقاش ساخن خلص الجمع بما يلي: أولا، التزام المكتب المديري بالتدخل الآني لتسوية وضعية فرع كرة السلة وألعاب القوى. ثانيا، انطلاق أشغال تحضير للجمع العام العادي لجمعية نادي الوداد الرياضي متعددة الفروع. ثالثا، طرح إنشاء فروع جديدة للنادي الوداد الرياضي للتصويت عليها أمام الجمع العام. رابعا وأخيرا، قرر الحاضرون تفويض مهمة تشكيل الهيكلة الجديدة للمكتب المديري في شخص السيد الرئيس سعيد الناصري، مع الالتزام بالإعلان عن ذلك خلال الأسبوع الجاري. أما فيما يخص أخبار الفريق، تسلم فريق الوداد الرياضي الترخيص النهائي للانتدابات الشتوية، وسيتوصل بورقة خروج كل من العنابي والبدراني غدا، وسجل أيضا لاعب لم يزي في لائحة الفريق. أما في أخبار المغادرين، عد المدرب لائحة تشمل كل من رحيم أسرير أبو الفتح بن الشو سامبو وأيت علال، وقد تم فسخ عقد كل من رحيم وأسرير ودي، فيما بن الشو مطروح على أسفي إذا تم الاتفاق مع مسؤولي الوداد. أما أبو الفتح فقد تم التريط في مصيره بعد المشاركة المتميزة مع الفريق ضد شباب السوالم. ويخوض الوداد المباراة القادمة أمام المغرب الفاسي في الجولة 14 من البطولة الاحترافية، ويتطلع الفريق بالفوز بالنقاط المباراة والاستمرار في المنافسة على الصدارة، في انتظار تعثر كل من الجيش والرجاء لينفرد بالصدارة. هذا كل ما لدينا، ولا تنسونا بالدعم بلايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.